صممنا مع ان هو ظهر وبقى مشهور قوي وبقى نجم، صممنا ان هو يكون معانا ان احنا نقدم له التحية دي. واحكي لي يا عم ربيع اللي حصل. والله يا فندم، انا عامل فرش فاكهة في الحومدية، فقعدت كام يوم كل ما اروح بشاهد التلفزيون وبشاهد المواقف اللي بشوفها في فلسطين، فيها كانت بتأثر طب فيها استنى جدا. قبل ما نكمل خلينا نشوف الفيديو الاول. يعني مؤثر جدا جدا الفيديو، لانك عارف مش حكايه انك بترمي برتقال، ايوه انت بتعملها بقلب. انا كنت عايز اعمل اكتر بس ما كانش بيدي، وكان الجو زحمه كمان ساعتها. قولي انت واقف، فانت بتقول كل يوم بتقف على فاكهه. بقف على فرش الفاكهه بتاعي وبقعد اشطب، فبروح عندي اوضه كده بنام فيها، فبحب ان انا اتابع الموضوع بتاع فلسطين، فبشوف بتابع بقى الاطفال والجامع اللي هدوه والحريم اللي هي بتصبح تلاقي الاسره كلها الحرب، اللي ميته، بيحصل في الحرب. وصابرين وتقول الحمد لله رب العالمين. فاتشغلت والموضوع ده اثر على نفسيتي كتير، وبعد كده جيت تاني يوم رايح احل الفرش بقى. كان بعد ما روقته تمام التمام، فجيت بزحمه جايه من على مسلجان السكه الحديد بتاع الحوامديه، العربيات فلسطين جايه، عربيات الاطفال والناس المساعدات اللي رايحه، المساعدات. فطليت انا كده من نحو الفرش، جيت العربيات داخل عليا، فحسيت ان حاجه هات كده، لنا الفيديو تاني يا احمد وبيتكلم. حاجه من ريحتهم كده جايه عليا، فعشان اعدي من الفرش بتاعي لازم امشي حوالي 5 متر، فرحت نطت من فوق البتاع الصواني وبقيت. طب والبرتقال ده كان بيركب في العربيه ولا كان بيقع الناحيه التانيه ولا البرتقال ده كان فوق العربيه وكان بيقع برضو الناحيه التانيه، وكنت بحط في الكابينه للسواقين على اساس ما ياخدوش، كنت دايما اقول له كله من ده وما تاخدوش من اللي ورا عشان يوصل. فحد منهم محترم جدا قال لي حاضر يا عم، انا سمحته، وهو اللي خلاني ان انا اسكت لان انا تعبت من التميله. قال لي حاضر يا عم ان شاء الله يوصل يا عم الحاج، حاضر يا عم الحاج. ولذلك اللي وعدني يعني كان في برتقال بيثبت فوق العربيه. يا فندم، وحد من فلسطين يا فندم لما داج البرتقال بيوصفه بطعم جميل جدا، دي ساعدتني جدا. لما والسواق نفسه وهو هناك والكفالات دي داخله، كان يوم الجمعه، قال لي البرتقال وصل بطعم ربيع، دي اللي فعلا انا اتبسطت فعلا. ايوه اكيد لازم تنبسط لما تعمل. وبعدين انا عايزه اقول حاجه، انت يعني بتكسب في اليوم كام؟ والله يا فندم، المكاسب في الايام دي بالنسبه للفاكهه والموالح بالذات اللي البرتقال والحاجات دي هو اساسا رخيص من مكانه، بيتباع رخيص. فتلاقي يعني، طب الحمد لله لسه في حاجه رخيصه. لا هو رخيص يا فندم، انا بجيبه بخمسة جنيه. بس للاسف انا بجيبه، انتوا حاطين 10 اهو على لا ده ابو سره انا كنت بجيب منه في سفندي بخمسه. يعني انت رميت ابو سره ولا رميت ايه على العربيه؟ رميت اللي هو ابو سره اللي كان قدامي وقتيها ساعتها. ماشي، ده زي ده كده. زي ده بس القطيع اللي هو حجم كبير شويه وناعمه شويه. دي يعني انتوا مستبخلين في القناه جايبين لنا. لا لا، كله نعمه ربنا حلوه يا فندم. يا فندم احنا لاجئين. ايوه ماشي. يعني بتروح بكام كل يوم؟ فلوس مكسب يعني؟ لا، لو قلت لك بصرف من الاصل. بتصرف من بيتقيد عليا في الدفتر لحد بقى البطيخ ما يطلع. بيصبروا عليا المعلمين وكده، كرمهم الله اللي هم بتاع قريه متهينة، واكسب في البطيخ واسيب دول. يعني انت بتستنى لغايه ما البطيخ يطلع عشان تكسب، وبالرغم من ده اخدت من البرتقال والبضاعه بتاعتك ورميت على العربيات، واللي بقى بيقع الناحيه الثانيه واللي بقى يعمل واللي بقى يساوي، وانت مصمم ترمي برضه. كنت اتمنى حد يساعدني، بس ما حدش عمل موقف معايا وساعدني. كنت اتمنى حد يساعدني عشان تلحق العربيات ويرمي. ما هو خايف يمكن عشان حاجتك. لا لا، ما يخافش، احنا يا فندم عندنا الحاجه اللي هنرميها لهم دي، هم ما عندهمش خالص، ما عندهمش القشره يا فندم، مش البرتقانه. حد تاني بيقول لي يا عم ربيع ده قوت عيالك، قلت له انت بتقول قوت عيالك. تعالى انت عندك حاجه حد غير الولد ده؟ انا عندي 6، ربنا يخليه لك يا فندم. عندك 6 وده تعال. وده الصغير ولا ده ايه؟ ده صغير شروق.
ده محمد لسه في شروق كمان؟ في شروق جايب ستة؟ اه بتحبك قوي بجد والله. طب تعالي جنبنا هنا. البرنامج بتاعك خالص صغيرة كده. فين فين الميكروفون اللي كان معاكي؟ هات قولي لي بتقولي ايه؟ شروق بنتي متابعة البرنامج معاكي. والله والله ومريم بنتي من جمهورنا يعني. طب الحمد لله. طب قولي لي بقى لما شفتي عم ربيع بقى بطل كده ومشهور وبتاع انبسطتي من الفيديو اللي شفتيه ده؟ مبسوطه مبسوطه قوي. ما قلتيلوش مثلا ايه اللي خلاك ترمي البرتقان ده قوت عيالك لا لا والبضاعه وهتروح فين لا يا فندم ده انا لو انا معاه لو كنت ساعدته. والله والله كنت ساعدته وكملت معاه. يا جماعه والله العظيم احنا بنتكلم اصل هنا في حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان ناس يعني غنيه جدا جدا باخلاقها وغنية جدا جدا برضاها وما فكرش البضاعة دي هيجيب غيرها ولا لا، وهو اصلا بيقول بيخسر فيها وبقى بيرميها مش عارف بتروح فين. هات لنا الفيديو تاني كده واحنا بنتكلم بيرميها بقلب قوي قوي، بيقول لك يعني انا كنت اتمنى ان حد يساعدني. بصوا بيكبش بايديه الاثنين وبيرمي. وقلت للسواق ايه يا عم ربيع؟ اه كنت ارمي لهم في الكابينه عشان ما ياخدوش من جوه 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 الكابينه. جوه الكابينه عشان ما ياخدوش من اللي ورا. بقيت اقول لهم سيبوا اللي ورا عشان يوصل هناك. اه يعني انت عايزهم هم كمان ياكلوا؟ ياكلوا من اللي في الكابينه ما يجوش عند اللي ورا. يعني عم ربيع بيأمن كمان ان لو السواق يعني جعان مثلا او حاجه ياخد من رماله في الكابينه كمان عشان السواق ما ياخدش اللي فوق. اكيد السواق ما كانش هياخد اللي فوق يعني اكيد مش هياخد المساعدات. بس يعني شوفوا شوفوا قد ايه حريص ان هو البرتقان يوصل. يعني رمى للسواق في الكابينه عشان كمان هم ياكلوا واللي وصل فوق ده يوصل. طيب قولي بقى مبسوط ببابا؟ طيب اه وبابا كان من عيال بيرمي البرتقال لفلسطين ما بيعرفش ينام من غيره وما بيعرفش يقعد من غيره وما بيعرفش ياكل من غيره. طيب وانت ما كنتش معاه صح؟ لو كنت معاه كنت هترمي معاه؟ لا ما كنتش هترمي معاه لو انت معاه؟ اه مكسوف مكسوف. طب انت عارف ان عم ربيع دلوقتي بقى مشهور قوي وكل الناس بتقول ان هو راجل؟ هو انت منين؟ انا من مركز بيبا محافظه بني سويف يا فندم. صعيدي صعيدي ايوه عشان كده يا جماعه. طب واحنا ليه يعني مستغربين ليه ده صعيدي يعني ياخد من بيته ويدي والرجوله والشهامه والنخوه وكل حاجه. كل مصر والله كده بجد والله كل المصريين فعلا كده وكل المصريين بخير وبص بصوا الحاجات الصغيره قوي دي اللي بناخد من بيوتنا وبناخد من قوتنا عشان نساعد الباقي. والله العظيم ما في بلد في العالم كده والله. يعني الحمد لله احنا ربنا مبارك لنا عشان طب احنا عايزين نوصل البرتقال ده كمان. طيب احنا نقطع اللايف. هو طلع صعيدي على فكره لازم نحتفل بيه. ربي يخليك يا فندم بجد. احنا الصعايده وصلتنا سابق قبل